مساء الخير خياتي بناتي، اليوم راح ندير لكم شيبس منزلي هكذا بكميه كبيره، خير من تشيو تاع هذيك الساشي تاع 1000 فرانك وساشي تاع 2000 و5000. تقتصدوا ديروه لولادكم في الدار هكذا. تاخذوا بطاطا تنقيوها هكذا، شوفوا رونديلات، ومن بعد نحط نديروا الماء، الماء والملح هكذا، ونحطوا البطاطا تاعنا في هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، ونخليوها تغلي غير شويه واحد 20 دقيقه، ومن بعد نوريكم الطريقه الثالثه. شوفوا خواتاتي ها هي طابت نص سلق، ماشي حتى تخليها طيب طيب، حتى تكون شويه هكا طريه كي تضربي فاشيطه شويه طريه. ومن بعد واش نديروا؟ تنشفيها قبل ما ترميها في الواسمو، تاخذي سربيتها ولا وتحكمي الحبه هكذا وتنشفي، تنشفي هذيك البطاطا تاع اللي وسيتيها شويه في الماء في 20 دقيقه هكذا كبر. ومن بعد تاخذي الملح تاعك العلينه كيما نقليو البطاطا نورمال. نبداو نحطوها بسم الله في القلب. انا وريتكم كميه صغيره وانتم تضعفوا المقادير، ديروا واش حبيتوا كما قلنا. قطعناهم رقيق رقيق، ومن بعد غليناهم في 21 دقيقه برك، ماشي بزاف، ماشي كيما طيبي لابيغي ولا ما على باليش هذا ما كان. ومن بعد كي تنحيهم قبل ما تحطيهم يتقلاو هكذا، تنشفيهم مليح في سربيتها ومن بعد تحطيهم يتقلاو، ومن بعد نشوفوا. ها شوفوا خياتي، ها هو الشبس تاعنا، ها هو جا ما شاء الله كيما اللي تباع تاع الحوايج، كيما تاع اللي تعطيه لوليدك ويشري، خير ملي تعطيها لهاذيك الألف فرانك والألفين والخمسالاف، اشري لي كولي وبطاطا وديري كاع للعايلة. ها هو شيبس اقتصادي، ها ها كيما وريتلكم، قصي رونديلات رقيق، وكي تغلي هذيك 5 دقايق 10 دقايق ميبا 15 دقيقة، متخليش حتى يطيب كي لافيغي، غير شوية جات ما تدخل للواسمو كيما قلتلكم، نشفيه وقليه في زيت سخونة ويخرج لكم الشيبس منزلي ما شاء الله. وبقاو على خير خياتي، ودعموني وديروا لي لايك، وبقاو على خير، بصحة شياتكم.